لو لقيت الشرخ رأسي تماما بين الحائط والعمود، أفقي تماما أو عرضي تماما بين الحائط والكاميرا، النوعين دول مش شروخ يا جماعة، ليهم سبب واحد بس، هو فروق تمدد وانكماش مادتي الطوب والخرسانة. الخرسانة ليها معامل تمدد وانكماش مختلف عن الطوب، الطوب ليه معامل تمدد وانكماش آخر يا جماعة. فصلي الشتاء والصيف تغيرات حرارية، الطوب وما يحويه من مونة أسمنتية بيتقلص حجمه أو بيقل حجمه أو بيزداد حجمه، الخرسانة بمادتها بيزداد ويتقلص حجمها. هذا الفرق بين مادتي الطوب والخرسانة بيظهر يا جماعة على صورة الشرخ، إما هذا الشرخ رأسي تماما بين العمود والحائط أو عرضي تماما بين الحائط والكاميرا. والسؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي نتلافى هذا النوع من الشروخ يا جماعة؟ كنا ممكن أثناء البناء نتلافى هذا النوع يا جماعة عن طريق صناعة كونكشن قوية أو ربط قوي ما بين حائط المباني وبين العمود، عن طريق تزريع كنات بمسدس الطلقات في العمود يا جماعة. هذه الكنات مهمتها هتقاوم قوة الشد الناتجة عن فروق تمدد وانكماش مادتي الطوب والخرسانة. أيضا يمكن تلافي الشروخ ما بين الكاميرا وبين حائط المباني عن طريق عمل خوابير أو عن طريق تشحيط المباني مع الكاميرا باستخدام الخوابير. وتشحيط المباني معناه إن إحنا بنضغط المباني على بعضها، وده عن طريق استخدام خوابير أو أسفين خشب عشان المباني ما تريحش بعد كده، سواء هذا التريح نتيجة وزن المباني أو نتيجة ظاهرة التمدد والانكماش. كمان تشحيط المباني بيعزز من ثبات المباني ومقاومتها لأي قوة أو أي أحمال جانبية تتعرض لها المباني، لأن طرف المباني الأعلى دايما هيكون ضعيف، مع التشحيط يا جماعة هيكون أقصر ثباتا. ولأن عملية التشحيط بتتم والمونة لسه خضرة، فأنا بريح المباني لأقصى قدر ممكن، ده بيساعدنا يا جماعة إن المباني متريحش مرة أخرى في المستقبل، فبالتالي مش هيظهر الشرخ اللي احنا بنشوفه ما بين الكاميرا وبين حائط البناء. وطبعا بنأكد إن التشحيط لازم يتوفر فيه أربع شروط. أول حاجة يا جماعة، تشحيط المباني لابد أن يتم بعد الانتهاء من البناء مباشرة، يعني لسه المونة بتاعتنا خضرة. الحاجة التانية يا جماعة، إن المسافة بين الخوابير ما تزيدش عن 1 متر. الشرط الثالث يا جماعة، أن يكون المدماك الأخير اللي احنا هنستخدم أو هنشحط فيه يكون من الطوب الأسمنت المصمت وليس من الطوب الطفلي، لأن الطوب الأسمنتي ليه مقاومة ضغط عالية جدا ضد قوة الناتجة عن التشحيط. الحاجة الرابعة والأخيرة يا جماعة، نملى الفراغ اللي ما بين الحائط وما بين الكاميرا بعد التشحيط باستخدام كسر الطوب ومونة غنية بالأسمنت أو باستخدام خرسانة غنية بالسن أو بالزرق. والسؤال يا جماعة، هل لو أنا زرحت كنات ما بين حائط المباني والعمود أو شحطت حائط المباني مع القمر، هل بكده أبقى ضمنت عدم ظهور شروخ التمدد والانكماش ما بين الحائط والعمود أو ما بين الحائط والقمر؟ لا يا جماعة، عندي حاجة تانية هتظهر بعد كده، هي شروخ تمدد والانكماش اللي هتظهر في اللياس. اللياس يا جماعة أو المحارة، مادة العمود مادة مختلفة عن مادة الطوب، إذن المحارة اللي موجودة على مادة العمود والمحارة اللي موجودة على مادة الطوب كل واحدة منهم ليها معامل تمدد وانكماش مختلف عن الأخرى، إذن أيضا هيظهر شروخ ما بين الحائط أو ما بين المحارة اللي على الحائط وبين المحارة اللي على العمود. وده يستلزم منا يا جماعة وضع الشبك بقلاوة من الفايبر أو من السلك ما بين الحائط والعمود ما بين الحائط والكاميرا، على الأقل عامل أوفرلاب أو تداخل مع الحائط 10 سنتي وتداخل مع العمود 10 سنتي، أو تداخل مع الحائط 10 سنتي وتداخل مع الكاميرا، أيا كان المكان اللي بنركب فيه. ومهمة هذا الشبك هي مقاومة قوى الشد الناتجة عن التمدد والانكماش لمونة المحارة في مناطق الاتصال ما بين العمود والحائط أو ما بين الحائط والكاميرا.